كما شاف الجميع كان دون السيناريو ديال المباراة. احنا كنا عارفين بان غادي يلعبوا قدام فريق اللي هو جاي باش يدافع على الحدود ديالو، ما كانش فريق سهل، المباراة ما كانت سهلة. كنظن اللي شاف الشوط الثاني فسيطرة مطلقة للفريق الرجاء بيضاء، وكان بإمكان ديالنا نسجلوا هدف أو هدفين ديال الفوز. لكن كرة القدم هي هذه، ضربة جزاء كتعرف كتبقى ديما ضربة الحظ.